هذه الليلة على ما هو المعروف تصادف ذكرى شهادة كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك لمحة تاريخية عن حياة كريمة أهل البيت. والدها الإمام السابع من أئمة أهل البيت الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والدتها سيدة عظيمة يقال لها تكتم. وهذه السيدة العظيمة تكتم كانت مصدرا لكثير من الخيرات والبركات، والدة الإمام الرضا صلوات الله عليه، والدة كريمة أهل البيت، والدة الأئمة اللاحقين صلوات الله وسلامه عليهم إلى الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. كل الأئمة اللاحقين يرجعون إلى هذه السيدة العظيمة. السيدة المعصومة على المعروف ولدت في الأول من ذي القعدة عام 173 هجرية، وتوفيت على ما هو المعروف في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني عام 201، فيكون عمرها المبارك من عام 173 إلى عام 201 حوالي 28 عاما. السيدة المعصومة صلوات الله عليها لم تمت موتة طبيعية على ما هو المعروف، وإنما قتلت مسمومة. هنالك وفدان، هذا أيضا يدل على ما فعله الحكام الظالمون. هنالك وفدان تحرك لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في خراسان. الوفد الأول وفد من العائلة العلوية عن طريق شيراز إلى خراسان. هذا الوفد ضم الألوف كما يقول المؤرخون من العائلة الهاشمية ومن يرتبط به. الوفد الثاني تحرك عبر الري وساوة إلى خراسان. الوفد الثاني اللي ضم كريمة أهل البيت جاء إلى ساوة، كما يقول بعض المؤرخين السلطة أيضا هاجمت هذا الوفد وقتلت جميع رجاله، بعض إخوة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها وبعض أولاد إخوتها كلهم قتلوا. كريمة أهل البيت بعد ما تمكنت أن تواصل السفرة فسألت كم بيننا وبين قم، فقالوا بيننا وبين قم حوالي 55 كيلو متر، فطلبت نقلها إلى قوم. المذكور في بعض التواريخ أن المأمون دس لها السم في ساوة هناك، يعني حتى امرأة من أهل البيت يجب أن لا تبقى. فجاءت إلى قوم وبقيت في قوم عدة أيام وتوفيت في قوم. هذه لمحة تاريخية مختصرة عن كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.